في القدمية الجالية المغربية مليح نطيحها في الجيش إن شاء الله، ونتمنى دوض نغار غدا سالمين، ونتمنى يزني الله الخير إن شاء الله. خميدة التيرين توقع شوط مع الروات مليح، حرك الشغل مليح، إقليم النظري تيري مليح، وفارق الجيش مرة، نمشي للمواطنين مرة، والحمد لله تمني غدا وضن سلامة وان شاء الله العقل سلامة. شن حاجة وردت شن الميزات وردت دي تسمى واش تعجب شاك تحب الخارج؟ ومن داش غينيا شن مرة شن حوايج مو شن الشباب الله يهديهم زعما خمي طاق وحنا مو تحاول شوية كيبريدين شوية متزريوين وما صعبت العطل نسن لاني هنا الى الوالدين نسن نتعقب ان شاء الله مليح على الجالية. نتمنى كيزني ارخاء ان شاء الله. شكرا وشكرا ومتعالي سكوتا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ثم تنتع حفظ الموقع الالكتروني سيكانكان بوان نت. تحيه خاصه لعما سيدي نوجيو نمار سيكانكان دوت نت. نخصها هذا الشيء هنا مراغاك شن المعلومات شن من غادي ندخل قدوم الجاليه المغربيه زي اوروبا غالمغرب. بالنسبه للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج يعني جنا الشهر هذا نقرا اول قبل كل شيء نتاع حفظ الزيسن ونشتي نتيري سعادة خمي كان غتيري ندير ثمار النغ. يعني نفار راح تاق واحد فاميليا رحمة بالجيران ديال الدوكار فيعني من الايجابيات. اما بالنسبه يعني توصي ولدي خصي البيات يعني توقع شويه الغلاء توقع شويه نتو عاريان توقع شويه تمسرين يعني ضرب عين وذن يعني تاق واحد مثلا سطوموبيل عما سويزري شايط كتجاره رين يمكن هذا ياك وحي منسغ مع في الناس يمكن هذا ياك وحي بيسات يمكن تاق واحد مجروح يعني ما رد كان تمسرين يعني تعفانين. ما بالنسبه يعني يخص يعني يخ الايجابيات يعني حاجة تصبحات يعني فاميليا نتمنى ان شاء الله يعني غداك حنا ندير جنس الصرف يعني جنس السفر مريح ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله اكن نفرح ما مش كيس نفرح نشكر الله الرحيم. اولا قبل كل شيء نشكرك نواد باش خل الروبورتاج جاي التغطيه هي تقم بالنسبه للجاليه المقيمه بالخارج. اولا قبل كل شيء الجاليه المقيمه بالخارج مرحبا بهم بقات مواطن شن عندي شت مواطن قران تيمورا باش تجان فاميليا باش هذيك مسيله الرحيم باش هذيك انت بدات تجي بالايجابيات انا كنجي شي حاجه تصبح عن 13 ولكن دينا 12 السلبيات غاشن هو انه يعني الشباب ينتوارى ميدي تراكو تر... واحد الشنية وتحترم شي قانون الشاير تجرنا 12 فهمتني غلا اخوني مجلس الجهاد يعني واقي مشى من عندي ثقافة نشان التقاليد نشان تقنش انت بمعرض وتجيبو النار شان تقنش خراجين وتجيبو النار فهمت المهم من غنيني ولو غنغ من غنيني يعني نشكرك ني ونشكر جميع المشرفين يجن في الموقع عن زيقان كان فونيت مرحبا بالجاليه المقيمه بالخارج مرحبا بهم مازال فاميليا مازال اقارب مازال احباب ما مشى خوش غنيني خبيتي لي ندير هذه المواثه وتحسيت بوكش الحاج شان المردوديه احسن زي من يعد زبو السندي بطبيعه الحال يعني نيتني قات وقت التشني توقع شوي نار رواج توقع شوي تحرك شوي القضيه يعني بالنسبه للجانب الاقتصادي قايش الحاج تصبح حتى 13 فهمت يعني ثانية شن النصيحة تورد التنين لصحابي من الخارج؟ النصيحة إذا شنغا قدم يعني النصيحة إذا شنغا وكشغ يعني يعني زق مسرم غاو مسرم أنحاول وتجر نبويا الطاس لأن المسألة قضية الأرواح فهمتني غلا أنحاول ما أمكن هذا من عن شوي ذي الثوابت الإسلامية نسن هذا من عن شوي ذي الثوابت الدينية نسن ماني غنغن كذ نصيحة غارين غير وقول ماشي نغا صحاب اوروبا خارجين و شاين تما كنت نطرح حاب الزيسن لي كلشي مرحبا بيهم مع طموان سن المغرب طموان نغ طموان سن و ما مش صحاب الخارج كما تريد يديهم معطاة تحس ما كشن حاجة كيسر تحس ما كي اخو صحاب الخارج كما تسنى قتورد تسمى تعمان طموان كيسنى الرواج لي كلشي فهمت؟ إذن الحركة أي زعما شي نطرح في الزيسن فرح الزيسن بزاف. الموسم على حسب الفصل على حسب الصيف العطلة مرحبا بهم. شنو الحاجة تواجد في صحاب الخارج ولا شنو التعجيب شنو الميزة خاصة مو بيزنا شنو مش بعض الإخوان ديس نبعث راك واحد تهزر نسلمو بيناه وتحوير نشاه. النصيحة تندير خصك نطرب واحد غاز مغانسن تسمى تخطلو شوا ديال السرعة خاطر توقع تصل الحدث بالنسبة خصوصي نسيتي غدا تصل العائلة هادي هادي با تسمى السرعة تسمى شو تسبب البودي الحوادث الحوادث الكارثة لما يسدي تسمى هذا دياغ بسلام وهذا يدور بسلام
وانما السرعه تعفت بسبب الكوارث، مش نبي نتأني السلامه ومن عجله الندمه، انما يسمع حسن غادي حافظ شويه خصي في الزرا بزاف. السلام عليكم. شتي نعم اسيدي اصحاب الخارج نتاع حرس السيسان، ربي وحده كيرفع على سيدي نتا هو تيري شوط لعب على وجه الانسان، ربي وحده يهوى على السان اسعد نكون جينا على سيدي كيرفع نتا لاجل الفرح مرات حبتان. وتولي بوش الحاج تسمى خميتيرين داني تو تحسن بوش الحاج شن الميزه خاصه من غير خمواتيرين؟ هو دايس من بعض تسمى على حسب اني غاد العقول غادي مزيان حتى وانت الطوموبيل هنا نزيد غادي الخارج تنقص من غادي خمسة اشهر فينا بعض، ولكن اني غاد العقل تيرين على سيدي راه مواصل تسمى دار نقسم راه قنصت زي خميتين ديال الخارج ليها. إذا خميتين اللي نداني تاتو تسمع على حسب شكا القول نش أنه تيري شوية الحركة كيسير تيري شوية الرواج ديالي. لا أنت تيري كيس على الرواج كيس المريح يا سيدي راه النشاط باش يخرج راه شحال من سبعة ثمانية تسعة خمسة في الدوحان تيري كيس الفارحة كيس النشيل و تيري غطاس المسائل تسبحاني بس المسائل ناقصين شوية. اسم عبد ابراهيم مهرا تاج مدينه الازرق. فقط اخويا من عيسى خفش نستفى ما مش تواريد القدوم الجاليه المغربيه زي اوروبا غير المغرب. القدوم الجاليه المغربيه غير المغرب تمي غانا تسن داني تكلي تيري غان رواج تيري نعم سيدي مليحه كيساني وسيدي تك التجاره وسيدي ولا سبحاني وسيدي تعني هذي مغربيين كاينه غير وسيدي تشارك انني كاين غير معنا ولكن شن حاجه تورث شن السلبيات تورث اصحاب الخارج واش تم يترك واحد ما مش نقول لك السود على الرواش والحركه بلا ما تبروفي تشا كذا وتورث واش حاجه النغني بالنسبه لي اصحاب الخارج ليسني وذان كيف كيف شنو المغرب فهمني غلا ليسني وذان واخا يتعيش ديال المغرب حميد يتعيش ديال الخارج ويترك واحد غير المغرب يتغاز قماس فهمني غلا مين زي تغارة في مدري قال لك خاش نبدا الطوموبيل 500 ألف شكون نبدا الطوموبيل 12 مليون فمدري لا خاص مشى يعني وين ولكن سكومي كاين اورو مني دوينا هنايا يوقع شي شويه الاحباط فهمت يعني واقي بالمهم مشتو غينا مزواضي الرواج نسان ديال المستوى نزل ولكن واخا هي مني البركه يعني واخا دروس البركه موجود زعما المهم تيري كيسوى الحركه كيسوى الحركه حميد تيري المهم الشين نتاع حافظ صحاب الخارج مهما كان الحال نتاع حافظ نعم سيدي مين لازم تمنى لك اصحاب الخارج دي العطله يا نشوف انا خاص نلعب سيدي انا تسني وسيدي شوي شوي كيبري لي وسيدي شوي شوي خاصني وسيدي وتمني غسان اما بالنسبه لي وداني مقرانا زعما وكيسنقها بالصعوبه ولكن من غنغضي المشاكل غنغ الشباب الشباب متربع نطرق كيس مطاس المشاكل تزر مطاس توقع الحوادث الطاس وخاصه ندير الشهر اللي غنوري تيري مني هنايا ما يميكش ندير المهله كسين 15 يوم اللي شحا وها زكو راه غا تسري دير سري ايوا سيدي غا كوركو زي كوركو غربحه غربحه وتي وين لي ضص ايوا تو وين كسن الابرياء تو وين كسن الابرياء شن النداء هذا سمتيني زين من فارا وانيتا قاغاس زعما الله يرحم الوالدين خصنا لهم الاخلاق يخص العطله نوم تسعدهم بغا شوي شوي حق السي ورثه الميخائيل قدوم الجاليه المغربيه نتصل الجاليه المغربيه غنعطيني تاثير تاثيرات الناس الوقع النسخ مواطن مغربي داني تاثير باقليم الناظور نسل مره يثنى اللي نشين غنغطس غطس فاميليانا غطس احبابنا تعيش للخارج تشكل نسبه مهمه للجاليه المغربيه للخارج للدول الاوروبيه الكثرى اوروبا الغربيه وبالخصوص المانيا هولندا بلجيكا فرنسا اسبانيا تشكل ديني نسبه الطبقرات وتعيش ديني ورخو استطعنا ديني ندمجا احسن الاجيال اللي غادي نقولها الجيل الثالث فما فوق استطع ديني ندمج التصديم دي اوروبا
الخو نتوارا زي سنة الطاس استطعن هذا تغلغ لنا ذات في المناصب الحكومية دي أوروبا استطعنا ذا وضن غال الوزارة استطعنا ذا وضن غال البرلمان استطعنا ذا وضن غال مناصب مهمة دي أوروبا وثانية تتيجي مسألة عادية وتغنت منا الجالية أتيريا كثارة ندمش كثار للمجتمع الأوروبي أنا أتشرف ذي المجتمع الأوروبي أتظهر سجل وجهي الصبح ذي المجتمع الأوروبي أتيري خير سافير للمغاربة في أوروبا. بالنسبة لفترية أولا اللحظة مثلا من الصيف خميني تتس الجالية المغربية نتحس ذاني تتغام عن الشندي قليل من نظر للكثرة ذيني جاني تسمى زي السكان النظوة ذيني ذي أوروبا نتحس ذا النظوة سجل الجو للاستعداد استعداد وخوا يجي استعداد مادي يتر استعداد نفسي بعد اولا ثاوى المنطقه ثاوى النظر لان كل جن غاس شن جن زي العائله مروجيه تصير غاس جن اثنين زي العائله لاوروبا يتراجع داسن اكس كل صله رحيم اكس مي كرنت صله رحيم اهني زاد زان عيش نجي يجي الفتره جالسين تسترجع عن ذكريات الماضي الى اخره شني خمني التسم الجاليه يا خمني التسباني تتغام في النظر يتيري غجل الجو جل الجو نشعى الزيس نحس الزيس ديال النظر جل الجو عائلي حميمي رائع جدا الجاليه يا وين كان خمني التس لان ربعا نبدان قانا خمني التس الجاليه تنزل خارج تيري شوي منات مثلا شوي تأثير سلبي بالنسبة للسكان ديال الجال شوي نغرى مثلا المواد الغذائية شوي نغرى مثلا الخضار شوي نغرى الفواكه بدعوى أن إذا نتعيش ندير خارج من مدينة التسن تيري وحشن مثلا الفواكه المغربية الخضار المغربية إلى آخره وتسن باش تشن دكاغ وينات ذات المغرب ولكن وين تأتي لا يمنع من بشانيني بين قدم الجاليه يا يتيري ديج موينه في تقام غاني تتي جلجونا الفرح لان تاثر الجاليه تاثر الفئات الاجتماعيه مره ذاني تتي الطبقات الاجتماعيه مره تاثر خاص لان دين علاقات عائليه وطيده وبالتالي تيري الجو الفرح تعمى اكثر العائلات ذاني تتي غنقضي على الريف للنظر مثلا من نتلاحظ مثلا الافراح كطانت خميني التس الجاليه لان التيري ديها تعيش ندير غربه تحس ندير الناس الغربه الى اخره يعني خميني ذاني تتسن خصنا تعوض من السعدون ديها ديال الغربه تقل مثلا الحفلات وبالخصوص حفلات الاعراس الزفاف الى اخره وتيري غير المنظر رائع جدا خميني حتى انا تصيد تعيش الحلمية الافراح المذوينه تسترجع عند ذكريات الماضي الى اخره ثم ذني بالاضافه للافراح ذني مثلا قلنا تبادل الزيارات ذني العلاقات الحميميه جالسا فاميليا سليجان المهم خمني ذني تتيري المهنيه خمني تتيس المهنيه تيري يجل الجو عائلي يجل الجو الفرحه يجل الجو المغني وتعيش خلال السنه فصول السنه الاخرى نشينينا تحس مثل العائلة النظر ذيث مثلا نفرح حسن خمني التسن وغاصن الخزاء وممش خزان ربعا مثلا غاصن على أنهم عبارة عن أرصيدة مالية يعني عبارة عن عملة صعبة وإنما نخزاء غاصن أنهم فاميليا النظر ذيث مثلا طاولنا تسن لكن قد صلة رحيم لكن غايشن إجي المدة زمنية معينة ومن بعد الدور المساكن غاوينا غا الجو اللي عاود العام جو الغربة من جديد أرض غيس عام الغنية ونتمنى ياسم إن شاء الله السنة هي أتيريا لإقامة سنانية تتي سعيدة من المغرب نتمنى ياسم أنها نستقبل بالأحضان مرة نتمنى ياسم كان عايشا يجي المدة النية العطلة نسن لكن خطأ يجي داني تتي للأفراح ذي المسرات الدور نعاود مساكين غار خدمة نسن الجو نسن دي أوروبا الزبطين شكاريت يعزوز لكم سجن مهمة زيد عانا العمال يديرين ديال الخارج هي ما نغيد عيش ديال الخارج لان شهر ستة كيقرب ديني غتصنع عراقي توكي عاسل ولكن ما روان العراقي لا تنتي مستني صبح نشكي على مسيد السموح مزدي في كان كابوانيت واخوان يديرين ديال الاخبار وبخصوص شهر ستة شهر تيحمو نتمنى الجاليه المغربيه السعوديه ان شاء الله
سبحان الله هذه المنطقه نسان ونتمنى يعني المعاناه تعيش ثاني ثاني مادام كاميرا زد غازونا تسمى هذا تسمى اخبار يديري مليح يكرم النظر نتمنى كي زنا حنا الغرب تسمى يعني الحركه اللي تعيش الغرب واش تسمى بسنين سبعين يعني ونكسبوا مثلا ما مش تكون نتاواها انه يجي الحاج تصبح حقا ولكن نتمنى في كاع كانيتا كي زنا كي جن الرحله ان شاء الله غاد غرابو هاد المعاناه يعني انا نكتب حاليا شطر شهر بعشرة الدولة تقوم سجن معاونة تصبحان ولكن نتمنى المعاونة تدير يربدان يعني أصحاب الخارج يعملوا تدير الخارج غير داخل المغرب توحسب الباراني غير بارا الماميد توحسب خاصنا بسلاندا يعني الباراني ذا المغرب الباراني غير ما هم أوروبا نتمنى السعودية إن شاء الله سبحان نتمنى توفيقنا على مسيدي الإخوان يتكلم جهود باش تسمى كلمات باش هاد الحضره السي بي شكات هاي حد سري تمس سيدي بلي كان يوقع هذا يوقع هذا راحت البال يعني نتمنى لهم الشوك والتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله. خويا سعد اذا ضفنا النغني قصدي تيني الايجابيات يجنك صحاب الخارج شنو خوك متاسن من تحسب لنا خميتي لين دانيتا الايجابيات تصبحان تي توقع شي حاجه نهار واجي توقع شي حاجه تمسرين تي سبحانين ولكن واني ما نايني تا شند الموضه شند تمسرين يعني شي مضاني في بجانو ونتمنى لهم التوفيق ونتمنى غادي يجي نوع ثقافه يعني مادام وسيد غانا نتمنى غادي يجي نوع ثقافه ونتمنى لهم الشهر التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر موقع سيكين كونيتي اللي استطلع المجلد المسن نهار غادي نبدا الشارع نشزو السوق الجاليه المغربيه بقيم بالخارج غنخدم نتفرج ايجابيات وسلبيات. من بين الايجابيات ربط العلاقات ثقافه ان غنفرض انتر هذه اوروبا تسمونات تير غنغلي كونتاكت هنا كي وذان كفعيج معاويين كي وذان عاود نهني نجم تورا خو السلبيات اذا سوا هي تشجع من الهجره شي ضد الكونترا الفكره ان الهجره هجره الشباب بخصوص ما راه خو تفكار تاع الخارج وكيقارنش الماضي وهذا الشيء بالعكس الماضي هذا الشيء اللي كيخدم وها خمس نتوما شي غير مشكل دي هجة الأدمي غماري وغني هي غريني جان واعي غير نفع نتوما قاين ديني مار نفع نتوما ميدن مش تا غزي السنة دا سنة نفع نتوما ندمزو عليه نفع نتوما ميدن وبالنسبة من السلبية تعاود نمشي خمس نتوما شي ندي شان ستي بدا نتقعد الأسعار نود مرة مسقان خوضات تقعد كلشي تقعد نمشي نتقى الدار زي ستة سكر شي نداني تبدا ميتا زدا قعد 5000 نهار كتراح للسوق تبغى تلقاها في 200000 فرانا وين ديها يعب 50 60 يورو النهار تيز خاص نحشت والو واش نتمنى عاود رزي الدولة الحمد لله تلقى بعد شنو مراكز الاستقبال اللي خدمنا ونتمنى غادا سن خمر غير سن وسط غريب من بوزيت مان سن مرا قانش كاخو كني ومشاو ديما مثال لي كندخ قانش وسيمبوت ندهام وسيمبوت الكيم تقني واجب فلتن غشي كشاب مي فلتن الدولة انت رواي وفان بو لا يكون سيمبوت تصنع حوايج نتاع غازي السن شي مثلا نتاع غازي صغار غاب نتنا غادي كندخ عاودني هنا خميت تاسن قاسم من مزاد بصفه صغير ماشي خميت تاسن سيمان تفر انت تاف كونتي دير انت الدوبلار انت يدك كرسي مسكين هاي تبيني قاع واش نحشت انا خصنا سنتين باللي شي نتاع حاف زي سنت طماه نسن ونتمنى تزكيني يغريني ديال واعيين وتشجع نبو الشباب عاودوا دي كونتري الشباب اللي ماشي سقان الشباب اللي بي ام كلاس دوينا الشباب كوكايين يطرح السيت مقطع يسعدوا سيمانين سيمانة ثلاث شهور العام يطرق واحد بي ام اكس باي وهنا تزامو تشجع الشباب اللي بغاو نبغى ميغاغا كوكايين في المخدرات وهنا هذا الشباب اللي مسكينة حرام يبقى يبغى البكالوريات يخدم دوك المصوالي غير غاس الفيلا غاسوي ديا ايوا شين شين نتمنى زي سن وغتغارين بو الشباب اللي غادا يكون على قد النفع هذا سندير مستوى شنو تجبو ديها تعيش نديها مكافسين وخشين كلشي نسنيت تعيش نديها جن الحالة ها العنصرية ها وغاس ندير شنو بعض يمكن واس ميت تندي الشارع ميت خميت غير قارب الموسم اللي من ديسمون يستغ الطوموبيل تزداد تبان تخومس كوبري ديني تا انت تغاري 500 كاع تندمن وطاس الشباب غانغدي يوسف ومن بينهم جد النش زريغ تو انا في التفاصيل راني تو روح مش خصنا غا نلقاو في غنيج المشكل ضام كانت عندنا ديال الجاليه وتمني غير اي واحد يجي يستنى من ديال اللقاء ولا نقول خالين لان قارش ديال الحديث لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وشكرا تشكات تصحيح بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الرحمن الرحيم. بالمناسبة الحلول يعني موسم الصيف وقدوم الجالية المغربية تعقب نضغط مهنسن نشين بعدها كسكينة إقليم الناظور نطحب زيزم جمع حظا مقران لأن دين باباتنا دين إماتنا دين فاميليا الجالية تيري تعرفي نمو لا من حركة قدرة شرائية تيري يعني الأسواق النخط نشطان المواقع السياحية تبارك الله انت في ذيسني يعني التصن الحركة دوينات تشعو دي جنرونا قاي وإثمات الناخ بأنه الجالية تاكو حد غثمات الناس حتى نهني بدور نسن تفني جنع الرحض بعد يعني ربما ذي نويت كن عام ونيتا مالنسور يعني خلني غاية جان دوري يترق واحد يعني كل عام لين مثلا اني وزيرين تمواث نس اخ عامين ترت سنين لين اخميد يترق واحد ما نس بمجرد يعني غادي داز غارب ويتحس سجن الفرحة بانه يقضى نس دي ثمواثي دي خراق غاسش الحانين غاد ثمواث نس نهني التوين دي يعني يجن الفكرة بانه هناك واحد ثمواث نس ديس نايح ديس نق نشي نعاوض نطاحب زيس نسي يجن الشكل ضم قران مش دو من نيخي يتيرين يجن استفادة من كلا الجانبين نهني يعني تسند تنشطنا كي نخذاني تا القدرة الشرائية تنشط نشي نعاود تيري غانخي نمو حركي بينا للبيع والشراء مررت زغطت مثلا بالنسبة لأسواق الخضار نطرح غا الأسواق يعني المنتوجات عاود المنزلية تيري ذي سطس الحركة تسوينها إن شاء الله.